السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في قناة فؤاد كهرباء السيارات. هذا الفيديو ديال اليوم كيفية إزالة مذياع سيارة كيا بيكانتو 2022. الطريقة باش نحيدو هاد الراديو راها سهلة. كنحيدو هاد الكاش ديال الطابلو فرونتال، كنطلعوه. هذا كنديرو شي طورنيبيس او بلاستيكا كنطلعو بها هاد الكرومي. هاد الكرومي اللي هو كري، هي باندا طويلة، كنحيدوها هي الاولى. اول حاجة كنمشيو معاها غير بالخاطر، راه فيها غير لي زاكراف. كنطلعوها بشوية بشوية، غير بشوية حتى كنحيدوها. هيا غادي وكتحيد، هيا تحيدات. دابا غادي يبقى لينا هاد الشبكات ديال الشوفاج، هما راه دايرين بهاد البوست راديو، دايرين بها. تا هما غادي نمشيو معاهم غير دقة دقة وغير بشوية، وتبقاو تردوا البال باش ما تهرسش لكم شي بلاستيكة تما. وهاد الشبيك ديال الشوفاج قاسحين شوية، الصراحة قاسحين شوية، فيهم شي زقراف قاسحين. يعني تكون عندكم شي بلاستيك انفورسيا ومرة مرة كتعاونو بشي طورنوبيس، ولكن تعرف فين كيفاش تخدم بالطورنوبيس باش ما تبينش لاطراس، باش ما يبانش العيب. تعرفوا كيفاش تحلو. انا استعملت طورنوبيس في هاد الحالة، ولكن عرفت كيفاش نخدم به. ما ديرش طورنوبيس في اي بلاصه، ضروري كتعاون به من الجناب باش كيطلعوا هذوك لي زاكراف. حيت لي زاكراف ديالها قاسحين، صعيب شويه باش يتحيدوا. هو ما صعيب والو الحمد لله، غير كيكونوا شويه قاسحين، ولكن كتمشي معاهم غير بشوي بشوي حتى كيتحلوا. هاي دابا راه طلعت واحد شويه من هاد الجنب، كل مره كتجبد واحد لي زاكراف، كل مره كتجبد واحد لي زاكراف، وكتبدا كطلع بشوي بشوي. انا غادي معاه غير بشويه بشويه، حيت ما خصكم ما تفورسيوش على واحد البلاصه باش ما تهرس لكم واحد الجنب، يبقى واحد الجنب مشدود وواحد الجنب يتحيد. يعني راه غادي تهرس البلاستيكة من الوسط. كتحاول تطلع لي زاكراف ديال هاد الجنب وديال الوسط وديال الجنب الاخر، ودوك لي الوسط اللي كاين حدا تحت الراديو. ها هي تحيدات، عندنا ليها البريز ديال السينيرات بربعة ديال لومبون. دابا كيبقاو لينا فيها واحد ربعة الفيسات، هما راه عندها واحد جوج فيسات من التحت، وعندها جوج فيسات اخرين من الجناب. انا كنحل دابا في الفيسات، وتحاولوا الفيسات الا كتحلوهم تردوا البال باش ما تيحوش لكم الفيسات لتحت، بغيت يطيحو لكم في الداخل ديال الطابلو. ما تنساوش الاخوان الاشتراك في القناة، ديروا جيم ولي كومونتير، وبارطاجيو مع الاخوان، بارطاجيو مع الاحباب ومع الصحاب باش كلشي يستافد. ها هي ليكرون تحيدات على بركة الله، يعني راه ليكرون ساهل باش يتحيد، راه حتى شي حاجه ما صعيبه الحمد لله، غير بنادم يبحث ويقلب ويسول. اللهم يسر.